شفت جبت لك ايه؟ ايه يا جدو؟ لعبه جديده، عروسه اللي انت بتحبيها. بجد يا جدو؟ اه طبعا بجد. مش هينفع تلعبي بيها عشان عندنا مدرسه الصبح. ممكن اخدها معايا المدرسه؟ اه طبعا ممكن طبعا. لما ترجعي يبقى العبي بيها يا جميله. بعدين في الشريك المخالف ده. ادخلي جوه يا جميله دلوقتي وانا هبقى اجي لك. يلا. حاضر يا جدو. يلا. انا ماشي. استنى. الواد عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ولما هو كويس ما خرجش ليه؟ هيخرج بكره الصبح ان شاء الله. ان شاء الله. انت عارف الواد ده لو جرى له حاجه انا مش هعتقك. قلت لك الحمد لله هو كويس. هتضيعه مني زي ما ضيعتها. عن اذنك. استنى. محتاج فلوس؟ احنا مش محتاجين حاجة. انا بتكلمش عليك، انا بتكلم عليه. هو محتاج فلوس؟ هو كمان مش محتاج حاجة، هو ابني وانا اعرف اصرف عليه كويس. منشوف يا اخويا منشوف. عن اذنك.